my god guys, ده منشار. Hi guys, welcome back to my channel. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. رجعت لكم تاني بفيديو جديد, وفيديو النهارده هنفتح مع بعض اكبر واغرب صندوق عشوائي وصلني من الانترنت. حرفيا شفت الفيديو ده مليون الف مرة عند يوتيوبرز بنات وشباب عرب واجانب بيطلبوا صندوق عشوائي من الانترنت, وبيوصلهم الصندوق مليان حاجات غريبة وبيفتحوها على الكاميرا. صراحة في الاول ما كنتش عارفة اطلب الصندوق ده منين, او المفروض اصلا الصندوق العشوائي ده يتجاب منين, لحد ما وقعت على موقع بيبيع صناديق عشوائية. بس كان مكتوب انه الصندوق العشوائي ده يا جماعة هيوصلني بعد شهر, شهر كامل تخيلوا. فقررت اني بدل ما الغي فكرة الفيديو بالكامل اني اخلي بسمة اختي هي اللي تعمل لي وتصنع لي صندوق عشوائي غريب فيه حاجات غريبة. هي دي يا جماعة الكرتونة العشوائية اللي بسمة عملتها لي, وبصراحة شكلها يجنن. ما عنديش اي فكرة ايه اللي ممكن يكون جوه الكرتونة دي, وبجد متوترة جدا لانه بصراحة انا من النوع اللي بخاف, يعني اي حاجة ما ببقاش عارفة هي ايه او ايه الحاجات اللي جواها ببقى خايفة اني افتحها او احط ايدي مثلا الاقي حاجة تخوف جوه. جايز قبل ما نبدأ الفيديو ونفتح الكرتونة العشوائية دي مع بعض ونعرف ايه كل الحاجات اللي جواها, عايزة اقول لكم تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك على الفيديو ده, وانزل اعملوا سبسكرايب لقناتي علشان عائلتنا تكبر على اليوتيوب. ودلوقتي خلونا نفتح البوكس العشوائي ده مع بعض ونشوف ايه الحاجات اللي جواه وربنا يستر. كل مرة بلبس فيها جينز بفتكر انا ليه بكره الجينز, اكتر حاجة مش مريحة في الحياة. اوكي يا جماعة عندي هنا المقص ده, ودلوقتي هفتح البوكس العشوائي الغريب. البوكس مقفول كويس جدا باللزق وكل الحاجات دي, فبجد صعب قوي اني افتحه. ياي واخيرا. اوكي مش عايزه اشوف ايه الحاجات اللي جوه فمش هبص دلوقتي, انا لسه ما شفتش حاجه. دلوقتي هبدا احط ايدي كده في البوكس واقلب في الحاجات اللي جوه واطلع حاجه عشوائيه ونجربها مع بعض ونشوف هي ايه. 1 2 3. عارفين دي ايه؟ اوكي انا عارفه ليه بس ما حطيت لي البتاعه دي بالذات, اللعبه دي في البوكس. دي لعبتي انا وبسمه المفضله من ايام الطفوله. انا مش عارفه لو انتوا عارفينها ولا لا, بس دي لعبه السمك. او ماي جاد والله العظيم رجعتني ذكريات الطفوله يا جماعه. الله, اللعبة دي من أمتع الألعاب اللي كنت بحب ألعبها زمان ولسه كمان لحد دلوقتي بحب ألعبها. أنا هديها 10 من 10. أوه ماي جاد, لوني المفضل. حبيت حبيت حبيت. جايز شوفوا بس ما جابت لي إيه. دي صراحة أنا هديها 20 من 10, مش بس 10 من 10, لأن كل حاجة فيها حلوة, اللون حلو, الستايل حلو, وبحس دي حاجة من الحاجات اللي أنا فعلا ممكن ألبسها كتير في الصيف. وكمان شكلها غالي بصراحة, يعني إن شاء الله بس ما صرف على الصندوق. جايز جايز في حاجة بشعر, في حاجة بشعر جوه الصندوق ده وأنا مش عارفة إيه هي. أو ماي جاد, إيه ده؟ جايز جايز يعني ما هذا؟ انا بجد مش قادره افهم ايه ده. ده ارنب ولا كلب ولا قطه؟ اوكي اعتقد انه دي شنطه, بس الله اعلم ليه عاملين شكلها كده. بصراحه عايزين يخضوا الاطفال تقريبا. مش متخيله نفسي بصراحه امشي في الشارع لابسه الشنطه دي. اوه ماي جاد, شوف القطه بتاعتي بتبص لها ازاي, مفكرها كائن. نو نو واي. انا بصراحه هدي دي 3 من 10, بس لانه شكلها يخوف, شكلي كاني قتله ارنب ومعلقاه في سلسله. لا اوه اوكي, دي يا جماعه اللي بتنظف فرش المكياج. كل بنت كل بنت حرفيا محتاجه واحده زي دي, فكويس ان طلعت لنا حاجه مفيده في الصندوق ده. بصراحه بقالي كتير ما نظفتش فرش مكياجي, فالنهارده هنضفهم بما انه بسمه بعتت لي دي. اوه في حاجه طريه. او ماي جاد جايز, دي مخده كيوت قوي. شوفوا ما احلاها جايز, وطريه بطريقه مش طبيعيه. بجد اكيد حاجه اشوفها في حياتي يا جماعه. شوفوا نو واستخدم مكياج, تخيلوا. على فكره بس ما بتعشق حاجه اسمها دباديب وحاجات طريه, فانا عارفه هي ليه جابت لي دي لان هي بتحب الحاجات دي. دي هسميها شموسه. ايه ده؟
الله ده طوق طوق اعتقد طوق No way انا شخصيا مش عارفة ايه الهدف منه في الحياة بس هديله 10 من 10 لانه لذيذ وضحكني وكمان لونه بينك اوكي يا جماعة خدت فاصل شوية لانه شكله الفيديو مطول فجبت لي قهوة القهوة بتخليني انسانة سعيدة رينج لايت يا جماعة انا بعشق حاجة اسمها رينج لايت طبعا اوريدي انا عندي رينج لايت اللي هو الكبير بس اعتقد ده النوع او الحجم الصغير يا رب يكون في USB علشان اعرف استخدمه في السيارة دايما في الفيديوهات اللي بصورها في العربية بستنى انه يكون في شمس وما بعرفش اصور من غير شمس فده 1000000% هيسهل علي حياتي بشكل مش طبيعي جايز رهيب 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 حتى تقدروا تعلوا الاضاءة تقدروا توطوها الله جايز ده احلى اختراع في الحياة I love it بقيت احلى كده ولا تغير حاجة ده برضو لازم اديله بصراحة 10 من 10 لانه هيسهل حياتي جدا شفتوا دايما في التلفزيون بيكون في اعلانات طبخ وانه حاجات بتقطع الخضار بطريقة ذكية وبطريقة حلوة او ماي جاد او ماي جاد جايز ده منشار او ماي جاد على فكره دي خطر جدا سكينه سو هنا المفروض تحطوا الحاجه اللي انتوا عايزين تقطعوها وبعد كده بتحطوا دي من فوق وبعدين تعملوا كده وهنا بينزل لكم الخضار وهو متقطع فكرتها حلوه قوي وكمان شكلها حلو قوي دي بحس هديها لماما لانه ماما هتستخدمها احسن مني بكتير ما تقولوش ما تقولوش جايز او ماي جاد شوفوا ده عبارة عن كولر للمية او كولدير للمية بتملوا الحتة دي مية وبعد كده بتدوسوا هنا وبتنزل لكم مية شوفوا ازاي كيوت يا جماعة انتوا شايفين ده انا كنت شايفة واحد زيه زمان وقلت لكم عنه في الفيديو انه انا نفسي اجيبه بس في الاخر ما جبتوش مش عارفة بقى لو بس ما شافت الفيديو القديم ده وقررت تجيبهولي مفاجأة وتحطهولي في البوكس ولا جابتهولي كحاجة عشوائية بس هي فعلا حاجة عشوائية جدا يعني مين ممكن يشتري لنفسه كولدير مية صغير على شكل كتكوت اوكي انا مليته مية لانه بجد حابة اجربه فهنا عندي الكوباية الصغيرة شوفوا ما احلاها او ماي جاد جايز بينزل ميه ده هديله 100 من 10 اختراع يجنن بس بحسه اكتر للاطفال الصراحه بس انا ما عنديش اي مانع نو واي جايز اللي فاكر فيديو العاب الاطفال انا جربت المايكروفون ده بيضحكني ضحك مش طبيعي لحظه انا بجد نسيت بيشتغل ازاي The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to bear. الو 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 يا جماعة أنا عايزة أقول لكم انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك على الفيديو سبسكرايب لقناتي علشان أعلمكم And I will always love you مرحبا بكم على متن طائرتها مصر للطيران A55 متجهة إلى مطار القاهرة خلاص اوه جايز عارفين دي ايه؟ دي اللي بتطفي النور وبتعمل كده الوان في الحيطة دي بتحطوها كده على الارض او على المكتب وبتوصلوها بالكهرباء وبتعمل لكم الوان حلوة قوي في الحيطة الله جايز اطفي النور اطفي النور حفلة كده واطفي النور واشغل اغاني وبس كده ارقص دي نضارة بتكبر العينين شوفوا ازاي عينيا كبيرة شكلي كاني جاية من الفضاء او ماي جاد وجعتلي عيني بتوجع العين ناقصني بس لبس اصفر وهبقى شبه المينيونز اول مرة في حياتي البس نضارة وكل اللي اشوفه هو بصمات ايد وات ايه ده؟ مزعج جايز عارفين احلام العصر؟ دي شبه احلام العصر جايز اعتقد انه
ودي كده بتتعلق قدام باب البيت واي حد بيطلع او بيخرج من البيت بتعمل صوت. ولما بيجي عليها هوا بتعمل صوت. الكرتونة بقت فاضية خلاص. اوه في حاجة اخيرة. لحظة ايه ده؟ كوفي ارت. اوه كوفي ارت، يعني الاشكال اللي بتعملوها على القهوة. جايز شوفوا ده احلى اختراع في الحياة، لانه انا عاشقة قهوة طبعا، بس ما عارفة ان انا بعشق القهوة وبشربها كل يوم. فجابت لي دول اللي هم زي اشكال كده وبتحطوا عليهم زي زينة، يعني بتزينوا القهوة. صراحة يا جماعة دي بالنسبة لي واو. فبكرة الصبح اكيد اكيد اول ما اصحى واعمل الكوفي بتاعتي هستخدم واحدة من دول واعمل شكل. وبس جايز بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. الكرتونة بتاعتي العشوائية اللي متبسمة فعليا بقت فاضية 100% خلاص، مفيش ولا اي حاجة. اتأكدت كويس جدا صراحة. بسمة عملت مجهود كبير قوي في الفيديو ده، يعني صراحة برافو يا بسمة. مش هوصيكم تعملوا لايك كبير جدا قبل ما تطلعوا، وسبسكرايب في قناتي علشان عيلتنا تكبر اكتر على اليوتيوب. ودلوقتي عايزة اقول لكم thank you so much for watching، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.